في ظل جائحة فيروس كورونا التي يمر بها الأردن والعالم أطلق الشاب ركان فخوري مع عدد من الشباب والشابات في محافظة الزرقاء مبادرة همتنا التطوعية التي تعمل على تقديم وتوصيل المساعدات للمحتاجين في المحافظة وتضم المبادرة عددا من الشباب والشابات المتطوعين من أجل الوطن وأبنائه كما أطلقت المبادرة عيادات همتنا الطبية التكافلية في الزرقاء وهي عياداتٌ خيرية تهدفُ لمساعدة ومساندة المجتمعِ الزرقاوي، وهذه العياداتُ تضمُ ثلاثةَ أقسام: طب عام، ونسائية وأسنان، وتهدفُ بشكلٍ مباشرٍ إلى تقديمِ العلاجِ بصيغةٍ تكافليةٍ وبأفضلِ الخدمات، ومن ثم يتمُ تدويرُ المردودِ المالي من العياداتِ إلى مشاريعَ خيريةٍ وتكافليةٍ تعودُ بالنفعِ على المجتمعِ المحليِّ هاي العيادات انبثقت من مبادرة همتنا الخيرية التطوعية اللي أنشأناها خلال فترة جائحة كورونا وكان في عنا جانب طبي اليوم كللنا هذا النجاح بهاي العيادات العيادات إن شاء الله راح تكون هي بأسعار رمزية جدا تخدم أبناء الزرقاء بكافة طبقاتها ومجتمعها كامل اليوم راح يكون في عنا اسعار تفضيليه بافضل الخدمات بامهر الاطباء اللي موجودين عنا بالعياده باسمي واسم اعضاء مبادره همتنا بنشكر كل اللي دعمونا من اجل هذا المشروع ونحقق الحلم اللي احنا بلشنا فيه بدي اشكر الدكتور بهيج مسلم وزوجته الدكتوره سعاد مسلم اللي هم من الاشخاص اللي دعموا هاي الفكره بإعطائنا العيادة اللي كانوا هم موجودين فيها قبل ما يقارب 30 سنة شكر لهم موجه من جميع أعضاء المبادرة بالإضافة بدنا نشكر كمان عطوفة محافظة الزرقاء اللي دائما هو سباق للخير وداعمنا بصفته الشخصية والوظيفية بالإضافة كمان لمدير صحة الزرقاء اللي كمان عم بيساعد وبقدم وبنفس الوقت احنا كمان عندنا شباب متطوعين بمديرية الصحه عم بيساعدوا وبيخدموا وبقدموا للزرقاء وكمان مدير التنميه اللي راح يكون في بيناتنا تعاون من اجل اعطاء المريض حقه بالكامل سواء قادر انه يدفع او مش قادر انه يدفع من خلال تزويدنا باوراق رسميه بالاضافه كمان بدي اشكر كل المؤسسات والدوائر اللي بمحافظه الزرقاء اللي عم بيسهلوا عملنا وتقديم خدمتنا للمجتمع شكر كمان خاص لكل اللي ساعدونا ودعمونا سواء بالماده او بالمعنوي لانجاح هذا النشاط والمشروع اللي اللي موجود هلا صار على ارض الواقع وصار قادر اي مواطن اردني وزرقاوي بالتحديد انه يلمس هاي الخدمات وشكرا لكل اللي عم بيغطوا هذا النجاح اللي عم بيساعدونا كمان اعلاميا من اجل انه احنا نكون موجودين ونورجي الناس انه احنا عم بنقدم شيء ولو كان بسيط لهالوطن وان شاء الله ربنا يحمي الجميع ويحمي قياده الاردن وشعب الاردن جميعا والانسانيه جميعا